بس الهدف كل ما هدوء هدوء كده والتزام وتحت امر يا رب دايما يا باشا. احنا ماشي ستات بس الاول يا رب دايما يا باشا. انتوا كلنا كلكم يعني يا رب دايما فوق على الحط في السقف ان شاء الله. حاضر عشان انتوا واقفين كده الحاله دي بسعر التكلفه حاجه بتنزل بسعر التكلفه. اللحمه الموجوده هنا كلها بسعر التكلفه. في لحوم كمان ثانيه مجمده للضرب مش قادر على سعر اللحوم البلديه بتاعتها. في بلدي برازيلي جاي ب 34 مجمد مش بس زي ما احنا عايزين. عندنا كل شرطيه بالكامل ب 42 48 جنيه. الناس كلها تبقى مطمنه الحمد لله ما عندناش مشكله. مستمرين معاكم لحد العيد. مستمرين بالكامل وبعد العيد كمان مستمرين يا باشا. الله هنا هنا